اتفاق يربح فيه الكل وليس فيه أي خاسر. قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن فيتنام لديها تجربة ثرية جدا في النهوض، ولديها أيضا تجربة تنموية كبيرة. كما أضاف راضي أن مصر تحاول الاستفادة من تجربة فيتنام في النهوض والتنمية، وأوضح أن خطة النهوض والتنمية التي قامت بها فيتنام منذ 30 عاما تقوم بها مصر حاليا منذ 4 أعوام. إذا سيادة البشمهندس مروان يونس، ما رأيك في خطط مصر للاستفادة من تجربة التنمية في فيتنام ومحاولة فتح قنوات مختلفة للتعاون في شتى المجالات؟ بالتأكيد الانفتاح على كل تجارب العالم وكل دول العالم أمر جيد جدا، وأيضا موضوع فيتنام لأن كلنا نتذكر الحرب الأمريكية وأن فيتنام دي كانت دولة منغلقة في فترة من الفترات، ولكن استطاعت مع الوقت أنها تجد لها نفسها مكان في العالم، تجد لنفسها اسم في سوق التصدير على مستوى العالم، تجد لمواطنيها مساحات كبيرة سواء من الحرية أو سواء من المساحات الاقتصادية للإبداع والعمل وأيضا استطاعت فيتنام عمل تطور إداري كبير في الحكومة، يمكن كانت أدارت برنامج إصلاح وتنمية الإصلاح الإداري من 2000 ل 2010 قامت بيه بشكل جيد جدا وكان على مراحل متعددة، يمكن ربما هو ده من أحد الملفات البارزة، إزاي نقدر أعمل إصلاح إداري على فترة موضوعية وتقدر تجيب نتائج مؤثرة. مصر يمكن بدأت زي فيتنام في موضوع الإصلاح التشريعي، وكان الخطوة الأولى في موضوع الإصلاح الإداري في فيتنام اللي تلاه بعد كده إصلاح هيكلي لشكل الإدارة وشكل الإدارة الداخلية واللوائح وإزاي توصل للمناصب العليا، ثم تلات مرحلة التالتة بتاعته كانت إصلاح الإنسان، وهو ما يثير الرئاسة حاليا في هذه الفترة، أنت إزاي تضع توصل بالتدريب لكل مواطن يعمل في خدمة المواطنين الآخرين وتدي له أدوات المناسبة حتى يكون موظف على مستوى عالمي. وكانت المرحلة الرابعة بعد ما نجحوا في الثلاثة هو الإصلاح المالي، كيفية تخفيض النفقات، وده اللي احنا بنتحدث عنه أو نرى رئاسة الوزراء المصرية تتحدث عنه ربما من أكثر من 30-40 سنة يعني. فنتمنى أن هذه التجارب نستفيد منها، ونتمنى أن احنا في يوم من الأيام يكون في التجربة المصرية، يعني زي الدول اللي نهضت وحصل فيها الكلام ده يقولك ايه مصر عملت ايه بقى في الحاجات دي. نتمنى ان احنا نرى في يوم من الايام العالم يستفيد من تجربة مصر في التنمية والنهوض سواء بالوضع الاقتصادي او السياسي او اي شأن داخلي.